عرب 2030 ثورة تكنولوجية بعالم صناعة الإعلام، أول قناة تلفزيونية تحاكي الواقع الافتراضي ميتافيرس في المنطقة. والإعلام الافتراضي هو عالم رقمي يجعل المشاهد جزء من البرنامج الذي يشاهده من خلال إنشاء صور رمزية لشخصه الحقيقي والتفاعل مع غيره من الصور الرمزية المشاركة في التحديات أثناء العرض. توفر هذه الوسيلة الجديدة تجربة تفاعلية للمشاهدين واتصالاً شخصياً أكثر بين المقدم والجمهور، كما أن الهدف الأساسي لقناة عرب 2030 هو التركيز على المحتوى العالي الجودة بدل من الجوانب المادية، متخطياً الحاجز الجسدي والمسافات، ساعياً لتوفير الوقت والجهد والطاقة مع العمل الإعلامي المحترف عن بعد. صحيح أن عرب 2030 ميتافيرس تي في قناة إعلامية افتراضية، إلا أنها أكثر واقعية وتفاعلية من غيرها من القنوات التلفزيونية العادية، وسيلة مبتكرة للمشاهدة الحديثة للتلفزيون وثورة حقيقية في طريقة تلقي الناس لوسائل الإعلام في المستقبل. عرب 2030 ميتافيرس تي في، من العالم الافتراضي نصنع عالماً واقعياً أفضل.